مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي فروغ سواب؟ ما هي ميزات فروغ سواب؟ ما هي فروغ سواب؟ تلتزم فروغ سواب ببناء منصة على الشبكة الرئيسية وسلاسل عمل البلوكشين من خلال تحفيز وتصميم نظام نموذج اقتصادي مثالي، فإن فروغ سواب يقود لتطوير النظام الأساسي ويبنيه. ما هي ميزات فروغ سواب؟ يمكنك تداول الأصول المختلفة وتبادلها بسرعة في فروغ سواب على جميع السلاسل العامة. يمكنك لعب العديد من الألعاب التي يدعمها تحالفنا التعاوني، ما دام حركة مرور الهائل في فروغ سواب. فروغ سواب هي شبكة دفع مالية لا مركزية تعيد بناء فورمة الدفع التقليدية على البلوكشين. تستخدم سلة من العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية مثبتة خوارزميا من خلال عملتها الاحتياطية لتسهيل المدفوعات القابلة للبرمجة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.